سلام، معكم ايمان. كنتمنى تكونوا بخير وانتم ما كتفرجوا في هذا الفيديو. بالنسبه للفيديو اليوم غادي نهضروا على جوج ديال التطبيقات. التطبيق الاول هو على الاغاني، والتطبيق الثاني مشتم من خلال العنوان غادي يخليكم تحولوا الصور ديالكم لصور كرتونيه، سواء 2D ولا 3D، يعني 2 ديمونسيون ولا 3 ديمونسيون. تقدروا تحولوا الصور ديالكم حتى كاريكاتور، ولا ترجعوها بحال لوحات مرسومه في القرن 15 ولا 18. دونك انا غادي نوريكم هادشي كامل. دونك قبل ما نكملوا الفيديو، بغيت نشارك معكم تطبيق لسماع الاغاني. هاد التطبيق ماشي بزاف باش تحط في البلاي ستور، سميتو BTS ميوزيك. واللي زوين فيه انكم تقدروا تسمعوا الاغاني خارج التطبيق، يعني ماشي بحال يوتيوب. مجرد ما كتخرجوا من لابليكاسيون ما كتبقاش خدامه ليكم، ما كيبقاش الفيديو خدام ولا حتى الصوت. وبالنسبه لهاد لابليكاسيون بحال مدخلين عندكم الاغنيه في التليفون، كتدخلوا لابليكاسيون تختاروا غير الاغنيه اللي بغيتوا وتخرجوا من لابليكاسيون، راه غادي تبقى خدامه ليكم، وتقدروا حتى تطفيو التليفون من جنب وراه غادي تبقى خدامه. ثاني ميزه انكم تقدروا تيليشارجيو الاغنيه اللي عجبتكم من التطبيق بضغطه واحده، تيليشارجيوها وتدخل عندكم، ديك الساعه تقدروا تسمعوا ليها اي وقيته بغيتوا بلا ما تحتاجوا الكونيكسيون. باش كندخلوا للتطبيق كنلقاو اغاني بلغات مختلفه ولهجات عربيه مختلفه. مثلا في قسم all languages تنلقاو الاغاني بمختلف اللغات، مثلا عندنا اللغه الانجليزيه، اللغه التركيه، اللغه الفرنسيه الى اخره. من بعد عندنا اغاني سوريه، اغاني مصريه، عراقيه، اغاني مغربيه. كاين واحد الاختيارات كبيره بزاف. من بعد في قسم احداث الاغاني كنلقاو الاغاني اللي يلا حطوها في التطبيق، وكاين حتى اشعار في قسم الشعر. دونك باختصار هادشي اللي كاين في التطبيق. كيف ما قلت لكم التطبيق ماشي بزاف باش تحط، غادي تلقاو فيه بزاف ديال الاغاني، ومازال غادي يتزادوا وحدين اخرين مستقبلا. كنتمنى تشجعوهم وتيليشارجيو التطبيق الى عجبكم. طبعا غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. وكملاحظه التطبيق متاح فقط في متجر البلاي ستور. بالنسبه للتطبيق سميتو فوالا، ملي كندخلوا للتطبيق كنلقاو كاع هاد الخيارات اللي قلت لكم عليهم، يعني كارتون 3D ولا 2D، ولا ترجعوها للوحه في القرن 15 ولا 18 ولا القرن 20، ولا الكاريكاتور. دونك بالنسبه ليا غادي نختار كارتون 3D، ولكن راه بنفس الطريقه كيخدموا كامل، يعني نفس الطريقه غطبقوها على كلشي. هنا ملي كنبركوا على كارتون 3D كيعطيوكم يا اما غادي تختاروا الصور اللي عندكم في الغاليري، ولا كاميرا باش تاخذوا صوره يعني ديك الساعه، ولا سيليبريتيز باش تختاروا شي صوره ديال المشاهير. دونك في هذه الحاله غادي نختار سيليبريتيز باش ناخذ شي صوره ديال المشاهير، وهي اللي غادي نوريكم عليها في الفيديو. قبيله ملي كنت كنقلب لقيت واحد الصوره ديال سلمى رشيد، هي اللي جاتني مناسبه باش غادي نشرح لكم بها، حيت بانوا لي فيها الملامح واضحين. دونك اختاريت هذه الصوره. من بعد ما كتختاروها نتوما كديروا يوز. دونك يركم ملاحظه قبل ما ننسى، ملي تبغيو تختاروا الصوره حاولوا تاخذوا شي صوره اللي باينين فيها الملامح ديالكم. هنا كيعطيوكم الصور كاملين مجموعين في وحده، ولكن من بعد راه ممكن تفرقوهم كتختاروا كل وحده بوحده. واحد الحاجه اللي زوينه في التطبيق انكم تقدروا تبدلوا حتى الخلفيه ديال الصوره، واذا لقيتوا باقي شي جزء من الصوره الاصليه تقدروا تمسحوه. كيف ما قلت لكم الا بغيتوا تحيدوه كتبركوا على الريزر وصافي كتمسحوه. دابا انا كندير المونتاج لاحظت بلي الصوت في هاد البارتي ما مسموعش مزيان. دونك هنا في الفيديو كنت كنقول لكم بلي تقدروا تبدلوا الخلفيه ديال الصوره، كتختاروا الخلفيه اللي عجبتكم وتختاروا اين نوع ديال الكارتون 3D اللي بغيتوا. مثلا عندنا كارتون 3D عادي، بيبي 3D، فاني 3D، رويالتي، على حسب نتوما شنو اللي عجبكم. من بعد ما كتختاروا الشكل اللي بغيتوا كتجيو لهنا وتبركوا على داك السهم باش تقدروا تدخلوا عندكم الصوره. وهنا كيعطيوكم ثلاثه ديال الاختيارات
لا اين شكل بغيتو تدخلوا الصوره عندكم في التليفون. هنا انا اختاريت هذا الصوره الثالثه وكديروا سيف بحال هكا كتكونوا دخلتوا الصوره عندكم. بالنسبه لهذا اللوغو ديال فوالا راه كيبقى. فوالا هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم هاد التطبيقات بجوج غادي تلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف، واذا عندكم افكار ديال الفيديوهات بغيتوا تشوفوها في القناه ما تنساوش تخليو ليا الافكار ديالكم في التعليقات، راه كنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم. يلا بسلامه.